لما الأم بتفقد ابنها بتفقد كل إحساسها، لكن لما الابن ينخطف تتحول من أم إلى حيوان مفترس وما في شي بيوقف بدربها. ولما المجتمع يكون مهتري والعدل منه عادل، ما بيعود في حل إلا الثأر. قتل، جنس، خطف، خيانة، الغاية وحدة، أما النتيجة بتيجي متأخرة أحيانا. Sorry Mom Thriller عن قساوة الحياة وسواد قلب الإنسان. Sorry Mom قريبا بكل صالات السينما.